في اللي بقى قاعد تعال لا 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 خاصم 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 هيا الامبراطور نتكلم يعني تحكى طيب تحكى يا الامبراطور انا اشوف الامبراطور ابدا ما في هيبه اسف بيض الله وجهك بيض الله وجهك امر الامبراطور يا ربع بالله انك تبلغ ابشر بالسعد ابشر بالسعد ان بنسعى في موضوعك موضوعك دقيقه ماجد اما بالنسبه دقيقه خلنا اسمع ايه النوايا او ماي جاد واو واو اه جاد يا شو ما جاء اقهركم المفروض يعطيني البطاريه دائما انا قايل يا شوف انا اقهركم ما صار ما في شيء فارس ما في احد يتملكني انا ما في انت مسيطر العيب شكرا قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله نو بروبلم بنسمع اه نو بروبلم ادري من اللي حطمه يا غالي ترى طولتها وهي قصيره المراطور يا حبيبي يصير كذا حبيبي يا جماعه انا ما ودي اقرا اللي قريته معليش والله تسمعوش طال عمري تسمعوش يا مراطور تبي نسمع من كل واحد كلمه نبدا باحمد شمري ماجد كاوا لا 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 ما يمشي كاوا الرجال انا ما ادري وش في خاطر اولا يلا احمد الشمري خلص بكره هضبه اولا عطني اليد يا ابو والله احمد الشمري ما هو خلص هذا يخلص ممكن دقيقة دقيقتين خرف اللي مطلق يساف من هنا للمغرب حتى لو انه هي هذا المحور شو متى بسكت منه اسمع انا في البقالة اقعد بكرة العشاء وانا اشرح شلون مريت الطريق اللي مريت فيه المكعبات كملت والله هي اللي بيقاطع الصوت من ذا اليوم معليش والله خصم ارتاحوا زياد زياد والله 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 اقعد واحده بعد واحده اجلسوا خلاص والله اني ما احب ارفع صوتي تحدوني على الربع زومبي ذا وش اسمه فيصل خلاص اجلس اجلس خلاص فليته فليته اجلس اجلس نبي نسمع كلام احمد شمري بسم الله عليك عبد الله هذا الصوت الغريب في ايش الحسي والله بدني يلا يلا احمد شوف 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 ثلاث كلمات بسرعه اولا محمد العويسي امن معك الموضوع يا غالي احمد شمري لحظه وش الموضوع قاعد احاول اخليك هيبه بس قاعد تسمع يلا خلينا اللي بيقاطع والله اولا يا اخوي فيصل بن طلال سيدي الامبراطور بدون المسميات ترى لا احب خلاص يا بن طلال من الاخير اعطيك انا القعده اللي اكون به سعود الوازع ما يكون معي موجود حلوين حلوين تحزبات يعني تحزبات الوازع ما بيكون القعده اللي اقعد فيها تحزبات شوف انا قلت كلمه قبل في البدايه وبعقب على كلامك وبرجع لك قلت الوضع حبي اجلس في المكان اللي وقالوها الجماهير هذا شده الامبراطور اجلس في المكان اللي يناسبك اللي تلقى نفسك فيه مو هو معناته اني اكرهك لا بس انا مو بجو مثلا ما القى مثلا الباصات ما القى الردود ما القى يعني الجو عادي كل واحد له جو بالضبط يا قلت من الاخير حبي دقيقة روح للجلسة اللي تناسبك وبنرجع لذا النقاط هذه أنا ما ودي أوضحها فوق البيت فتكلم واختصر بالضبط يعني هذا اللي أبي أنا مو جوي نعم. هذا ولا الله معطيه قبول عندي فالقعدة اللي يكون فيها حتى لو القعدة له أنا ما بيكون موجود خلاص تم أنت وسعود هذا الطلب الأول طيب الثاني بسرعة هذا الطلب الأول الطلب الثاني أبي سالفة مزرعة من بوفية من شقران شمري هو قال سالفه اليوم وبه عيده وما راح اقول معه حلوين اوكي ثاني حلوين خلاص سلامتك يا طويل بس ما له علاقه بموضوعنا عشان كذا والله محمد العويس بكمل انا والله ثاني مره طيب ماجد بكل صراحه وبكل وضوح
ديتشني قلت له تبغى ديتشني يلبقها من هذا خذها حذيانا حد يسرقها الربع ديتشي شوف حتى واحده يلا خمس ريال اطلب طلب اقتراح يعني اول شيء مبروك الامبراطوريه الله يبارك فيك وهذا لكم الامبراطوريه لكم الشخص الصح في المكان الصح وخير خليف لخير سنه خليف خلف خلف خير خلف لخير سنه نعم يا خلف انا اللي تبي خلوه يكمل يا خلوه طلبي الاول انك تحط جدول الصلوات المؤذن اللي يؤذن ويصلي سلام عليك ابشر بالسعد صح مهم عشان ما يجون الناس يترقفون واحد يصلي واحد يقيم واحد يطيب ترى بس وهذا طلباتي بعدين طلبات نعم علما علما لا باني ها امبراطور داسري لا علما باني لا 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 حبيبتي الحبك يا فضيحة ما عندنا جوال حبي لا 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 وكذا شخص مسؤول الضيافه كل يوم يا سلام وشاكر لك الحقيقه الله وجهك حلو هذه النقاط والله العظيم اللي كنت اتطرق لها لكن انت عارف انا ما اتوقع خيار سديد استاذ نايف لحظه خلي اتمنى اتمنى رايي اتمنى يجوز فيه قبل ويجوز نعم نعم الاختلاف الاراء ليست ذا مطلب يا جماعه احنا ما جينا نحل مشاكل والله اتكلم نايف ما في مشاكل اصلا على قلب رجل واحد خلاص نايف على الامبراطور السابق نايف خلاص نايف زعل يا شباب الامبراطور السابق اول شيء احنا المفتكين منك احنا بخير اني اوقف وادق لك تحيه اوه تعوف هيا عينك يدنا هيا عينك يلا الله وجهك خذ يدي بتاعي انت تذكرني بنفسي ايام الشباب ايش عندك يا اخي؟ كم عمرك الان؟ كنت في يوم من الايام اجتمع هذا الاجتماع تذكر انا ايش الله يجزاك جامعي نفس القلم لكن مو نفس الدفتر الدفتر مال الاعدادي كنت اكتب حبيبي اسمح لي يا ابو عاصم جاي اسكر ما كان قصدي اسكر الدفتر خلاص نايم 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 جاي اسكر ذاك الدفتر حاول تختصر طال عمرك جاري يسقط لك الدفتر ما كانت تنقال لي اسبوع كامل الله يوفقك امشي اطرق احجاجك الله يوفقك هذا الشيء الاول والله علي علي شانه انهم يوم اعلنوا باسم فيصل ان كانوا معلنين باسمي ثاني ما يا فديت قلبي يلا بدينا امبراطوريه شيء صعب وانا ما حطوني فيه الا لن يكفوا وحطوك انت لن يكفوا انت حتى تمدح نفسك بهالهسه تستاهل وانا استاهل وكل ابونا نستاهل انا وأنا كلكم استاهل. والله ترى انا قول قول والله العلي قاعد اعلم قاعد اعلم قاعد اعلم لبي نصيحه شوف بالدور نصيحه انا قلتها لك تحت البث عبد الله انا قلت لك النصيحه تحت البث تحت البث يا حنون ابحث في الاداره وش الحاجات اللي تخص الامبراطوريه اي ودك تعال بحثت هي اربع اشياء انا استغربت من ترى سالت انا في الايام اللي راحت ما لقيت جواب فالحمد لله انا اجلت الاجوبه لا اعطوني اربع اشياء وما راح اتطرق لها انا لاسباب خاصه ما راح اتطرق لها انا بسمع منكم ما ادري من اللي فتح الموضوع انه يبي العالم يتسمع انا اللي قلتها مستحيل تقديرا يا رب انا من بطل بطل احتراما وتقديرا وهيبتن ارفع لك يا رب صلى على النبي باقي الدور بيمشي على الريق احمد
ها انا ابغاك تشيك على الاثنين او الثلاثه اللي يصحون بدري. ايه يصحون بدري. يا سلام، هذا اللي انا حاولت اسويه وانت جانت. نقطه جميله جدا والله. لا 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 صح، الله يوفقك يا ابو طلال. صح صح، لكن بعض العالم صح عليكم موطور حكيم والله. الله يوفقك. وحده المجلس، وحده المجلس، وحده المجلس. لا لا لا، بخصوص نقطه يوم غدا. بخصوص نقطه اجلس، بخصوص نقطه اللي صح يصحون بدري، انا احيانا اصحى اول واحد، واحيانا اصحى رابع واحد، واحيانا اصحى من الاولين. يعلم الله ما يحتاج احلف ولا اقول اني بالمر وبالسحاب. غير صحيح. دقيقه اقومكم المره الاولى والثانيه والثالثه، ما تقوموا، اخلي صلاتي واجلس معكم اقوم. لا لا انا ترى ماني بقومكم ولا صحيح صحيح صحيح. اقوم كل مره الثانيه، قمت ولا طقه. صحيح هذا الامر الاول. الامر الثاني تصعيد غير مبرر. الامر الثاني وش صنعنا؟ انا اطالب. تعال تعال، وش اللي امه وابوك؟ وش اللي امه وابوك؟ لا ثاني، لا تسقط علينا. لا ترى صوت منك ينبر طور يسقط علينا من مجلسك قدامنا. لا ترى صوت، لا ترى صوت. صحيح ينبر. شادي يا ضربه، هذا ماشي، ما زين، ما زين يا ينبر طور. هذا ما زين. هذا انا ضد فلاح بن قرقاع. انا ضد المرضى. انا ضد اللي ضد. يا عيال تسمعوا، يلا شوي يا لا تساعدوا الامور. دقيقه بس بنرجع. ارجع 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 ماجد. لا 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 انا بامر اثنين الحين. بأمر. خلاص انا بامر اثنين. امبراطور بامر يعني. ازل ازل. بوص اثنين. بوص اثنين. تامر امر. بعاقب خلف بن فالح لانه عصاني ورفع صوته. وقف يا ارمع. اثنين يدغدغونه. اثنين بس. اثنين. شقران شقران. ما ضحك. دغدغ. ما يضحك. روح. شقران ما يدغدغ. لا لا انا عندي عقاب غير الدغدغه. وش ذا ما يضحك؟ واخروا يا عيال. اقعد. ابغيت تكسر رقبته. لا لا خلاص خلاص. خلاص ما يدغدغ. هاي اجي عندي قلت. انا قاعد هو صوته هو مو دغدغ. خلاص 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 نرجع. عاقبناك واذا عدت الحركه دي يا ابو فالح ساضربك ضربه من وراء. يا ولد اصبر. طيب كلها اعطيه اعطيه والله. تضربون ابو فرج؟ لا ناكله ناكله نحبه. كل دري انا معاه. يا ولد تكفو، خلو خلو نحبه نحبه. عيال لا يغص لا يغص عيال. خلاص اجلس اجلس. كل 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 شوف من الساعة عليت. اجلس والله اني جوعان. والله والله مو بجوعان انا. اسالك اجلس. لا لا تقوم جو محمد. يا طح يا طحلب محمد. والله انا طحلب اسود. اعطني يدك. لا اقلبها اقلبها. يلا اجلس. ترى مره ثانيه بطقك. ما قلت ما قلت ايش موضوعي. اجلس بعلمكم. ابو هراج كمل احكام. احمد شمري. احمد حلمي. حط مصر على كتفه. هاي انا مبروطار على عيني وراسي. مش مو كذا. طيب مبروطاري. مبروطار على عيني وراسي. مبروطاري. لا 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 ما تسادل. مبروطار بس انطلقوا. مبروطار. سخسنا معلش. ابو هراج كمل كلامك باختصار. ما نبي جالس. هذا قاعد يصعد الامور يا الامبراطور. استاذ امبراطور انا طالب من هذا المنبر اخذ طلبي انهم يغيرون شيله. لا لا ليه؟ يغيرون شيله البرايم. ليه؟ ويخلونها كل ما جيت اتواصل وانا بالزبيب. خلاص خلاص حق من حدود نفرح الامبراطور. ما ابغى ما ابغى ما ابغى اجلس. انا عندي ملاحظتين. بما انك انت الامبراطور ابى اخذ راحتي وبقول لي تفضل قل فضل. شيئين انا شفت من اخوي انا ولا قصرون فيهم جميع يقول بس ما سوى اللي قاله. صح خصوصا بالنظافه. النظافه انا اشوفه يقول انا بشيل كل واحد يشيل حقه. المشكله انهم كلهم قد قالوا نبي نحط ونشيل حقه. تدري وش ابرر لهم؟ وقدام عيني وبالبلاد عجل الله يديك. عبد الله ابرر لهم بشيء. التعميم لغه ايش؟ بقول لك لغه. بقول لك شيء عبد الله اتعمم. بقول لكم ببرر لهم عبد الله. ببرر للي ما يا عويسي. هبي هبي. ها؟ طيب اجلس اجلس يا ابو فرج. نبي ثلج يا امبراطور. خوي عندك امون عليك. ها؟ خوي امون عليك. طيب ببرر لهم بس تكفون يا الربع. اللي ما ينظف ما يشيل ما يسوي ترى كل بونا ننسى. انا الحين داخل في مكان انا تقهويت حطيت والله العظيم انه طبع الانسان. طيب ينسى. اقول شيء لكن ينسى. بس اني مشكله يوم اجي اقول شباب عيال خلونا ننظف الكشنات ذي ما راح اسمعك. كيف اتقبل هذا الموضوع؟ كيف اتقبل كلامك وانت تقول لي في البث قدام الناس كلهم صدق صح ولا لا؟ لا خلونا نشتغل ننظف زي كذا. في بعض الاحيان الواحد يا اخي ما احبك تامرني فوق البث فهمت؟
فانا كذا انا اعطيك اياه من الاخر. المواضيع هذه تحت البيت يا ادري ادري خلاص غيره هذا الشيء ثاني خلاص النظافه من ناحيه التقويم. انا قبل يومين قمت بدري زين مشيت على الصف خصوصا خلف قاعد الميدي يقومني واجي واجر خلف ها والمشكله والمشكله ان في كذا شخص ها شوف انا ما كذبت والله ما كذبت اصبر وفي اشخاص ما اقدر اجيهم ولا ارش مويه ولا المس اقول قم كان في بعض العيال يقولون ما ابي فهمت وانا شخص نساي ما ادري مين اللي يقول لي عبد الله تعال جرني وغرقني ما ادري مين اللي يقول لي لا تجيني لا تلمسني قل لي بصوتي واتركني ما اذكر صدق اجي امر عليهم اجي اقول خلاص كذا بس رد علي زين ما رد علي من ابسط حقوقك ذاك النهار اذنت ها والله اني رحت اقومهم كل ابوهم ماشي عليهم واحد ثاني سالم الغامدي هوش يقول لي تعال كم بس ما في احد بس رحت سنه النوم وقم من حقك تدري انه مو اصلا من حقك انك تقوم العيال هذا امر وبنتطرق له بعد البث ترى مو من حقك عادي انك تضر نفسك ترى اذا قعدت تقوم تاخرت تضر نفسك انت في الاول والاخير بنرجع لك خلاص اللي تعدينا تكفون عشان الوقت مو فاله عندك شيء وش في خاطر لبيه اول شيء يا ربع الصوت تكفون ها اتمنى تبدي هذا الشيء من امبراطوريتك تستمر للامبراطوريات القادمه طيب اول شيء سرقه الملابس وبمعقوله اني اجي فلاح فجاه ما القى خلاص البطاريه اللي عليك نبدا في ذا الجلسه حلوين ساعد لابس الشقراط بس تمام خلاص اجازه حق رجع تبا طيب الشيء الثالث شيء جديد جكيته طيب هذا مثال بسيط بس حلوين لا دقيقه طيب لازم تشوف لنا حل بس طيب نلقى حل الموضوع الثاني انا بسمع من سلمات الموضوع الثاني يا عبود الموضوع الثاني سالفه اسمع يا عبود سالفه كل صلاتين كل يوم مرتج لي واحد امام 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 هذا بقتله مع صنقره واقول له عود خلاص اي بابا في ناس وراك واذا ياك شقره ولا ياك خلاص شوف ولا تله مع صنقره ولا شيء اسمع اسمع دقيقه من يتله مع صنقره اسمع لا بروتوكول 500 نقطه خلني اقلب والله اني صادق هي الدعوه ترى ما انت بارجل واحد صرت امام كلنا ترى في اللي يطيب منكم ما صار امام بس انه ما يبي يطلع بشغله خايسه حلوه اتجاهك معك صحيح هذا بخصوص الامام طيب ابشر بنت طبعا الشيء الثالث شيء ثاني الشيء الثالث الغداء باقي 20 دقيقه العشاء اخر اثنين الغداء ولا العشاء هي كذا انا اقول لك الغداء والعشاء اخر اثنين لاي يوم غطب هذا واحد منهم الا شال لي السفره وصح اخر اثنين اخر اثنين طيب في بعضهم توه جاي انا وش تنبي توني جاي عشان توني جاي حلوين توك جاي شلها كلها وش بتاخذ توك جاي شلها كلها خلاص حلوين طيب انت طرت حلو اني اسمع منكم ودي الاشياء اخر واحده لا والله دقيقه انا بدي وجهي خلاص احمد يطولها احمد تكفى بس احمد الشمر يطولها الصلاه في الوقت الفاضي محمد سراج لا 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 قال سوي جدول محمد احمد الشمر يدي جرجر نص ساعه ارجع ارجع محمد لا 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 بعيد عن الكلمه بس بعيد لا 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 عندي جوي جوي لا 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 دقيقه ابو منير ابو منير شوف شوف قلت 7000 نقول 3 اسابيع رشوه حط وقت كم بين الاول خلاص على خير على خير اوكي استريح حبيبي على خير ردها تمر امر يا ابو فهد لا نرجع ابو منير انا جاي مره بس تمشي يا بلت باظه برا نعم نعم عز الله يستاهل ونعم ونعم باظه مخرج معروف مخرج بطل باظه مغيره والله ونعم الطويل اللي كان تدري انه افضل مخرج في البرامج واضح؟ ونعم اسمها بعض قاعد يشوفني من خلف الشاشات ونعم 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 الله من طيف المراجل طلع الذراع نوم عين يا بابا صوت يا ولد والله الصوت اسولف مع برا قال الطيحه اللي قبل شوي انا الصدق ما كنت اتوقع ان الكاميرا عين واحنا نلعب كوره ايش الفائده؟ ما دخل اسمعني دقيقه ما خلوني اتكلم مساحتي يا اخر واحد عمر اجيب الرايه تحترم انا بعيد عن يلا لا يا كانك قلم حبالك اسمع يا ترى مساعد طيب اسمعني يا عيال تكون والله بسرعه حسن تحصلون انت
قابلته قال ان الاصابه طلعت فاللي هي الطيحه. فانا اقول بنت نجر. نعم 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 بنت نجر. شو اسمه؟ الله الله نجر ايش؟ نجر بنت غليب. اوف نعم الله وش مسوي والله نعم نجر ما غيره اتكلم على الوقت الله على الوقت انا نجر يا لهم عيني يا نجر يا لهم عيني يا نجر ابي لما يا عيال رجيب يتكلمون رجيب يتكلمون والله والله انا اقول ترى الوضع طيب والله يا اخي كانك باتمان غبي اوف خلاص يا باتمان غبي اسمع انا اقول الوضع الموضوع بسيط اصابه ملاعب وراجعين اقوى ارجع بالسلامه اسمع يا امبراطور هو قال سرقت ساعتي صح انا قاطع الاصوات عادي دقيقه هو قلت سرقت ساعتي صح انا عندي دليل بالكاميرا كان ممكن علينا البث قبل شوي عطاني ساعته قال خلها معك وعطاني حاجه بمخباي قال خلها معك وهذا احد الدلائل دقيقة نايف رفيدي دقيقة نايف رفيدي نعم انا طالب من هذا المنبر يا امبراطور امبراطور اسمعني اسمعني يا امبراطور امبراطور ايد القاضي امبراطور اسمعني ايد القاضي انا يغزي على عدوك انا جملة واضحة قدامكم انا اطالب من هذا المنبر والتمس عدالتكم بما اني مظلوم في كل مكان سامح من ظلمني لن تسامح نعم. ولن نرضى بهذا نعم انا في الثلث الليل من الليل من الاخير ولا هذا الثلث الاخير من الليل انا التمس العداله من الله ثم منكم الساعه هذه هو اللي اعطاني اياها قال خلها اعطاك اياها بس ما تدخل في يدك لب قلبه هي انا فك نص فتحه ما تسكر تسكرها طيب الا غصب ما تسكر نص فتحه ما تسكر الا تسكر اوريك اتحداك شقران شوف ايده شوف الامبراطور اللي وجهه ضارب حمر الدم حابس الدم يا سقراط حابس الدم اوكي احنا وش طالب وش الطالب انه اتهمني بسرقتها نعم نعم فانا انا اقول تصبح لي بما انه ظلمك لانه ظلمك نعم قرار الامبراطور تجاوز ولا تجاوز رغم انه قصير علي انا شاهد عيال شاهد انا تكلمهم وانا بطلع القانون وباخذ تكلمهم يا امبراطور هنا يبدا فساد الامه فساد الامه لا 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 يا زورو لا امبراطور على فكرة يا امبراطور ترى خربت البيت خربت البيت بافعالك هذه كلهم ساكتين الرصيف كلهم يوم سالفوا انا كنت ساكت يوم جاء دور كلهم يا لندن علامة وكيف حالة بيرا 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 فمن هذا المنبر أسلم الساعة التي اتهمت فيها زورا وبطلانا وبهتانا اللي بيهدي ولا شيء الربع يسقط 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 امبراطور احنا اهلنا يسقط امبراطور يسقط لابس جاكيت بس طالع عفف كذا لابس بنينه ما تستحي هلا 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 ولد رجال ولد رجال شو اسمه امك يا اخي عواطف بنت نجر بنت غليب نمسي عليها بالخير شقران 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 اوه شقران لا 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 مو كذا لا من الحين يا نايم كذا 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 ما تغير ها هذا يقول والله تغير ترى والكل كذا 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 خلاص يقول والله كذا 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 لا والله ما يلا نمشي سالفه شقران